الله تعالى وبركاته، حلقة أخرى من برنامج حقيقة الأمراض. ويعني هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن كل الميكانيزمات للمرض وكل ما المعلومات التي يحتاجها الناس، ولكن مع الأسف يعني لا زال الناس يعني يسألون عن خلطات وعن أشياء هكذا، يعني مع الأسف شديد. نتكلم يعني في هذه الحلقة عن هشاشة العظام الأوستيوبوروزيس. وهشاشة العظام يعني أصبحت يعني من أمراض العصر، يعني نسبة مرتفعة جدا، وأصبحت كذلك عند أشخاص يعني بسن مبكر. يعني هشاشة العظام من قبل كانت بعد سن اليأس عند النساء، ولا حتى عند الرجال يعني 60 65 سنة. طبعا ينقص شوية يعني الكالسيوم في الجسم، وحتى الفيتامين دي، وحتى يعني الهرمونات التي تسهر على تثبيت الكالسيوم في العظام تنقص، لان مع تقدم السن طبعا هذه من الاشياء التي تدخل في علامه الشيخوخه. لكن الان نلاحظ ان هشاشه العظام اصبحت عند النساء ب 30 و40 سنه مع الاسف الشديد. والاسباب الان يعني سمع الناس كل الاسباب الا الاسباب الحقيقيه للاستيوبوروزيس، هذه يعني هشاشه العظام. هشاشة العظام أن الكالسيوم لا ينقص، وأن الذين يقولون أنه نقص في الكالسيوم فهذا الأشخاص هذو يجب أن يعيدوا النظر في تكوينهم. فلماذا هذا الكالسيوم نقص؟ هنا فين كاين المشكل، ليس الكالسيوم ولكن لماذا نقص الكالسيوم في الجسم، ولماذا الكالسيوم لا يثبت على العظام، لماذا لا يصل إلى العظام؟ وأن العظام ليست كالسيوم فقط، هناك كالسيوم والزنك والحديد يعني والفوسفور كذلك، هذه كلها يعني تدخل في يعني تكون صلابة العظام، ليس فالكالسيوم يعني الميتابوليزم استقلاب الآن الكالسيوم، امتصاص الكالسيوم، استقلاب الكالسيوم كيف يمر. فالكالسيوم هو أولا يعمل في العضلات أكثر من العظام، بدون كالسيوم لا يمكن أن تؤدي العضلات دورها، لا يمكن العضلات أن تعمل في جميع الجسم، أنا بدون كالسيوم ليس هناك يعني تقلصات عضلية. ثم بدون كالسيوم لا تعمل الأنزيمات، وبدون كالسيوم طبعا الموجود في الاسنان وفي العظام، فبدون كالسيوم طبعا حتى يعني الشخص لا يوقف، يعني جسمه لا يمكن ان ياخذ يعني قوه، يعني ان الحيوان والانسان على حد سواء هي قوته في الوقوف، اذا لا يقدر على الوقوف ولا يقدر على شيء طبعا. فالاسباب الحقيقيه هي اسباب هرمونيه محضه، تضاف اليها اسباب عرضيه، اسباب اخرى طبعا على حسب يعني الظروف التي يعيش فيها الشخص. وهذه من جملة هذه الهرمونات أن نقص الأستروجين عند النساء، نقص الأستروجينات عند النساء يساوي هشاشة العظام، ونقص تستوستيرون وكذلك الأستروجين، لأن الرجال عندهم تستوستيرون وأستروجين، ولكن الأستروجين ضئيل عند الرجال، لكن نقص تستوستيرون عند الرجال يساوي هشاشة العظام. وهذه الأستروجينات هي الأستروجينات الطبيعية موجودة في الطبيعة. فنلاحظ أن من قبل لما كان الناس يستهلكون مصادر الأستروجينات اللي هي نخالات القمح، هي الشعير، هي النشويات الموجودة في النبات، موجودة في الفواكه، هذه الأستروجينات موجودة حتى في زيت الزيتون، زيت الزيتون فيه أستروجينات، يعني في ما نسميها فايتوستروجين، هذه الفايتوستروجين موجودة في علم النبات لا توجد عند الحيوان. موجودة كذلك المصدر الأساسي والمصدر الكبير هو في الحبوب هذه أو الحبيبات أو البذرات، اللي هي حبوب الكتان والسمسم والحبة السوداء والحلبة والحبرشاد، وحبوب أخرى كذلك منها يعني هذه الشمرة واليانسون، منها أشياء غنية بهذه الأستروجينات، وكذلك التوابل كذلك فيها فيتوستروجينات. وتوجد في بعض المواد الغابوية، المواد البيئية التي توجد في يعني في الطبيعة، مثل غاز الدوم، تمار الدوم، هذا بالأمازيغية في المغرب نسميه أغاز، هذه تمار الدوم، ساو بالميتو يعني إخوان عندنا في أمريكا وفي أوروبا، ساو بالميتو يباع على شكل مجفف على شكل بودرة، هذا ساو بالميتو، هذه اللي فروي دي بالمينا بالفرنسية، ساو بالميتو بالأنجليزية، أو تمار الدوم، هذه غنية بالفيتوستروجين وفيتوستيرول كذلك. ثم يوجد كذلك في فواكه السدر، هذا في يعني هذه العناب،
يوجد في البلوط أشياء غابوية كلها فيها هذه الفيتوستروجينات والفيتوستيرول، ويوجد في خشاش الأرض يعني هذه الحماض والخبيزات، هذه أشياء فيها قدر جيد من الفيتوستروجين. فالأشخاص الذين لا يتغذون على هذه المواد عندهم أستروجين نقص، نساء، نتكلم عن النساء، لأن النساء من قبل كانوا يستهلكون نخالة القمح، كان نخالة رقيقة في المغرب كنا نسميها الحمراء هذه، وهذه النخالة كانت تطهى بالبخار يعني كالكسكس تماما، كانت تطهى بالبخار، ثم كان النساء يستهلكونها، وكانت تسقى بزيت الزيتون، يضاف إليها زيت الزيتون، وكذلك ليس مرق إنما مرق مع زيت الزيتون، ومعها كذلك هذا الخشاش الأرض، هذا البحم وهذه القرنينة وهذه الأشياء التي كان النساء يجمعونها، خشاش الأرض هذا، كان تسقى هذه نخالة القمح، وهذه قنبلة أستروجينية طبيعية. هذه الفيتوستروجين كانت النساء بصحة جيدة، وكانت النساء تعمل في الحقول وتعمل في الورشات وتعمل في كل شيء أقوى من الرجال. لماذا؟ لكان عندهم الكالسيوم ثابت في العظام وكانت عندهم صحة جيدة. لماذا؟ لأن عندهم مستوى الأستروجين مرتفع. الرجال تستوستيرون، بدون تستوستيرون الرجال لا يقدرون على العمل، إذا كان التستوستيرون منخفض لا يقدرون على العمل. ولذلك تكلمنا في حلقة عن انخفاض التستوستيرون. فالرجال أولا يجب أن يتجنبوا الأشياء التي تخفض من التستوستيرون، ثم يتناولوا الأشياء التي تزيد في التستوستيرون، لمنا مصادر الأوميغا 3 حمض الأوميغا 3، ولمنا كذلك حتى الأستروجينات الطبيعية، حبوب الكتان، حبوب الكتان تزيد شيئا ما في إنتاج التستوستيرون. كاين بعد منتوجات النحل مثلا، عكبر النحل أو غذاء ملكات إلى آخره، الأشخاص اللي عندهم هذا إن وجدت، لأن عكبر النحل الذي يباع عندنا الآن ليس عكبر النحل، يعني عكبر النحل إن وجد يعني ليس سهل باش ناخذ عكبر النحل. ما غذاء الملكات طبعا لأن الثمن مرتفع، هناك من لن يقدر على هذه الأشياء، لكن الدول التي توجد فيها هذه المنتوجات والأشخاص اللي قادرين عليها فهي جيدة، هي من الأشياء القوية، وهي الأشياء التي ترفع من هذه الهرمونات داخل الجسم، وبالتالي فهي يعني تقي من هشاشة العظام. أما الأشخاص الذين لديهم هشاشة العظام ثم يتناولون كالسيوم فيعني هذا شيء يضحك، لأن حتى ولو تناولوا هذا الكالسيوم فما الذي يضمن لنا أنه سيثبت على العظام؟ ما الذي؟ لا شيء. وربما هذا الكالسيوم الذي يتناولون هنا أقراص أنجرا فيها 1000 ميلي جرام، قرص في جرام من الكالسيوم يتناوله يوميا زائد الكالسيوم الموجود في الأغذية، هناك نساء سيكون لديهم تكلس، سيكون لهم ترسب هذا الكالسيوم في بعض النسائج، لمنها الثدي ولمنها العضلات ولمنها ربما الكلية، ما يكون مشكل يعني هذا تكلس ممكن يكون على مستوى الكلى. ولذلك نحذر ان هناك اعراض كثيره الان حاصله من مشكل في الكالسيوم. فليس حل انك تتناول الكالسيوم، الحل هو انك تعرف من اين اتى هذه هشاشه العظام. وهذه ربما علينا، ربما هناك من سيسمع اول مره هذه الاشياء، فانخفاض الاستروجينات، لان لاحظنا على الاستقراءات، لان لا يمكن ان نعمل تجارب على الانسان، لكن لاحظنا من خلال استقراءات كثيرة على حسب المناطق أن الأشخاص والمناطق اللي فيهم يعني طبيعة العيش أو طريقة العيش، أن هاد الأشخاص لازالوا يتغذون على نظام فيه أستروجينات وفيه ألياف غذائية اللي من الليجنان واللي غني في نفس الوقت بالكالسيوم مع معادن أخرى طبعا، لأن الزنك كذلك والحديد وهذا يدخل في هذه الأشياء. فلاحظنا أن هذه المناطق ليس هناك هشاشة عظام، رغم أنهم يتناولون أشياء بسيطة، المناطق الجبلية والمناطق يعني المناطق في البادية يعني البوادي المغربية والأرياف، هذه المناطق تقل فيها هذه فقر الدم وهشاشة العظام. لماذا؟ لأن ارتفاع عندهم مستوى جيد من الأستروجينات. والمدن الكبرى الذين يستهلكون كالسيوم وحديد يوميا وخمس وجبات وسبع وجبات وخمستاشر وجبة في اليوم، هؤلاء هم الذين لديهم هشاشة العظام، الأوستيوبوروزيس مع الايرن، هذا مع المشكلة ديال الانيميا هذه يعني الايرن ديفيشنسي. فهذا اذا فهم الناس هذه الاشياء فربما تكون كما قلت اقول دائما، ربما تكون اشياء بسيطة وما لا يكون مشكل،
ربما الناس يذهبون إلى أشياء معقدة وباهظة تماما، ثم ستكون يعني عكس تماما ما يريدون، عكس ما يبحثون عنه. ليس هناك علاج ولكن سيكون هناك عكس تماما. هناك بعض العوامل كذلك التي تنقص تزيد في هشاشة العظام، التي تسبب لي منها عوامل النمو، عوامل النمو كذلك، ونقص الفيتامين دي، لأن فيتامين دي يعتبر هرمون. نقص الفيتامين دي وكذلك عوامل النمو الجراوث فاكتورز أو الفاكتور دو كروسانس، الجراوث فاكتورز هذه عوامل النمو مع الفيتامين دي كذلك هي من الأشياء التي تتسبب في هشاشة العظام. فيعني أظن أننا لما نتكلم عن حقيقة المرض ويفهم الناس حقيقة، سميناه حقيقة المرض، إذا فهم الناس حقيقة المرض فلماذا يسألون؟ لماذا يسألون عن خلطات ووصفات وبماذا تنصحني وبماذا أنصحك إذا فهمت المرض؟ لا تحتاج لمن ينصحك، إذا فهمت المرض فنحن نعطينا ما تعيش. فإذا كان الناس لا يقدرون على استهلاك هذه الأشياء ولا يقدرون على الرجوع لهذه الأشياء فليس هناك علاج، ليس هناك حل، ليس هناك حل. فليختار الناس، نحن نبين للناس، ويعني وعمل كبير يتطلب منا طاقة كبيرة، طاقة قصوى يتطلب منا هذه الأشياء. هذه معلومات ليست بالسهلة هكذا نقولها ثم نأتي بها، لكن يعني سياقها وكيف الناس يعيشون حتى حقيقة هذه الأشياء. فهناك أطفال الآن يعيشون على خبز أبيض وعلى مشتقة الحليب وعلى لحمة، ولا يتناولون لا خضر ولا شربة ولا فواكه ولا حرير ولا زيت الزيتون ولا أي شيء. هذا الأطفال طبعا هذه الريكتس ديزيز، غادي يكون عندهم مشكل الكالسيوم، غادي يكون الطفل سيسقط من فوق الفراش وسيصيب بكسر في العظام، سيكون ليس هشاشة عظام سيكون كارثة. هذه لماذا؟ يكون عظام رقيقة جيدة وعظام لا تتحمل ثقل ولا تتحمل يعني جهد ولا أي شيء، هذا يعني صلابة العظام وكذلك تكون العظام. يعني هذه وظيفة العظام، يعني يجب أن تؤدي هذه العظام وظيفتها، هذا هو المشكل. فهذا يعني كان الناس ينتظرون أن نقص الكالسيوم، وأن لا، هشاشة العظام ليست من نقص الكالسيوم، لأن الكالسيوم يوجد حتى في الماء، وليس هناك نقص في الكالسيوم في الطبيعة، ولا يمكن أن يكون ولا حديد ولا زنك ولا، كل المعادن موجودة في الطبيعة، ولكن هل يستهلكها الناس وهل يستهلكونها مع الأشياء التي تأخذها داخل الجسم؟ إذا كان البروبايوتيك ناقص عليا، بكتيريا الصديقة لا تعمل، يعني قولون تقريبا لا يعمل، لا مش شغال. إذا كان فيتوستروجين هذا نقص أو غير موجود منعدم في التغذية، إذا كان عوض الأستروجينات هناك أشياء تطبط كذلك نقص الكالسيوم مثل المضافات الغذائية مثل البيستيسيد والمعادن الثقيلة، تسمم بالمعادن الثقيلة. هذا السياق العام، يجب أن يحذر الناس من تسممات بالمعادن الثقيلة، أن يتجنبوا البلاستيك، أن يتجنبوا الزيوت المكررة ترانس فاتس، أن يتجنبوا كثرة بروتين، كثرة بروتين لا تترك كالسيوم يمتص، أن يتجنبوا كل الأشياء التي تكلمنا عنها، ثم أن ينظروا وأن يفكروا في مشكل الفيتوستروجين، كيف يمكن أن يتناولوا كمية جيدة، يكون مكملات ولا يكون أغذية. المهم لقد بينا للناس حقيقة هذا المرض إن شاء الله، وممكن يعني أن يكون العلاج بلا شيء، وممكن أن يكون علاج يعني بطريقة لن يصدقها الناس في هذه القرية. فهذه هما يعني مصادر الأستروجين في الطبيعة، تكلمنا عن الحبوب وبعد التوابل خشاش الأرض المواد الغابوية والمواد الطبيعية، ثم كل الأشياء النباتية فيها الأستروجين. الأستروجينات موجودة كذلك في منتوجات البحر، السمك فيه شيء من الأستروجين، والحياة الوحيد اللي فيه أستروجينات جيد مليئة أنه يتغذى على نبات البحر، ثم حتى نبات البحر فيه شيء من الفيتوستروجين. كذلك مواد النحل، يعني منتوجات النحل هي عكبر وغذاء ملكات، ما النحل وغذاء ملكات، هذه أشياء جيدة عليا، نحل وغذاء ملكات وأكبر في البلدان. يعني هذه نصائح عامة، لأن اليوتيوب عنده بعد دولي، فالناس اللي كيعيشوا في دول أخرى من أستراليا إلى القطب الشمالي، القارة الأمريكية والقارة الأوروبية والآسيوية وحتى الدول الإفريقية، يعني هذو اللي عندهم هذه المنتوجات محلية، وكاين بعض الدول اللي عندهم تقنية جيدة مثل الدول الشرقية مثلا هنغاريا بلغاريا رومانيا مثلا ألمانيا النمسا، هذه دول فيها أكبر جيد وفيها غذاء ملكات، إسبانيا فيها غذاء ملكات فيها أكبر، يعني فرنسا فيها شيء ما، كذلك دول الآسيوية مثل ماليزيا وأندونيسيا مثل تايوان تايلاند، هذو كلهم عندهم هذه المنتوجات. ثم كذلك المواد الدول الأمريكية، الدول الأمريكية عندهم أحسن نوع من العكبر، والعكبر الأخضر هذا الجرين بروبوليس البرازيلي، هذا هو برازيلي وموجود في الولايات المتحدة وموجود في كندا، موجود كذلك حتى في أوروبا. فهذه البلدان اللي عندها عكبر وعندها غذاء ملكات يجب أن لا يكون فيها هشاشة العظام إن شاء الله. السلام عليكم.